بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكن رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم زي ما وعدتكم إن كنت هتكلم عن النيماتودة في فيديو لوحدها. أولا يا جماعة، النيماتودة بتصيب كل النباتات وبالذات نيماتودة تعقد الجذور، بتصيب جميع النباتات حاليا، سواء فاكهة سواء خضار سواء أي نبات. حتى في نباتات من نباتات الزينة بتتصاب بالنباتات، بس نباتات الزينة مش مهمة لأن هي مهياش ذو قيمة اقتصادية زي النباتات بتاع الأكل. يعني النباتات اللي بيطلع منها الغذاء هي دي اللي لها قيمة اقتصادية. طبعا الزينة لها احتياجاتها ولها قيمتها الاقتصادية، بس مش زي الفاكهة. طيب شايفين دي شجرة بكامل صحتها، دي شجرة بسم الله ما شاء الله عليها، دي شجرة ادي ثمارها اهون. بصوا اهو يا جماعة، دي شجرة بكامل صحتها اهو. انا بصور حتى في الظهرية اهون عشان الشمس متعامدة ويظهر الحاجة بالنور كامل للنور هين. اهي بصوا يا جماعة، دي بكامل صحتها، بكامل صحتها، الثمار باينة قدامكم اهي، صح كده؟ تمام. طب نشوف الشجرة دي، ايه رأيكم في الشجرة دي؟ شايفين فيها ثمار؟ شايفين فيها حاجة؟ دي النيماتودة، بس مش نيماتودة تعقد الجذور، دي اسمها نيماتودة التدهور البطيء. دي نيماتودة التدهور البطيء في النباتات القديمة، دي بتظهر بعد عدة سنوات، والثغر ده بما انه عمره كبير في السن ظهر عليه. وفي برضه نيماتودة التدهور البطيء بتظهر في النباتات الحديثة، ولها اسم تاني، لها نيماتودا تقصف الجذور، لأن الجذور من الإصابة بتاع النيماتودا التدهور البطيء دي بيحصل لها إيه بقى؟ بتنفصل منطقة قشرة، القشرة في البذور، عن الجذر ذات نفسه، فبيحصل هشاشة في الجذر فبيتقصف. وحتى فوق منطقة الجذر القشرة بتنفصل برضو، لأن نيماتودا تدهور الجذور دي، نيماتودا التدهور البطيء هي أو نيماتودا تقصف الجذور، بيبتدي تلاقي القشرة ايه، تلاقي القشرة بتنفصل اهي، وجالي فيروسات بتحمل معها برضو ايضا فيروسات. يعني لو جيت افحص دلوقتي واطلع حاجة من اللي فيها شعيرات جذرية، يعني لو جيت افحص واطلع حاجة هي من اللي فيها شعيرات جذرية اهي يا جماعة، اطلع منطقة الشعيرات الجذرية اهي. اهي بصوا يا جماعة، اهي دي المنطقة الجذرية اهي. بصوا بقى دلوقتي، بصوا على المنطقة دي كده، على الحتة اللي هي الصغيرة اهي، الحته اللي هي الصغيره اللي انا قربتها من الكاميرا دي، القشره بتنفصل اهي، والقشره بدات تنفصل. وبعدين ده كانت اتعالجت يا جماعه، دي اتحط لها علاج للنيماتودة، علاج كتير مخليين كل شايفينها فيها حاجات خضرة كده اهي، وشال الطرح السنه دي بعد ما اتعالجت يعني نوعا ما. هي اتعالجت، واتعالجت بالعلاج الصح وكل حاجه، واصحاب المزرعه تعبوا عليها، بس يعني هي بقى كانت الاصابه تمكنت منها تمكن شديد، يعني حصل لها اصابه شديده جدا جدا جدا. نشوف لكم، نشوف كده جذور تانية اهي. بصوا يا جماعه اهي، اصلا النيماتودة ما زالت كتبائي اهيا، اصلا النيماتودة اهيا، دي بقى اللي هي نيماتودة تقصف الجذور في اللي كان متشال من عليه هون، اللي كان متشال عليه، اللي كان باظ هو الجدر اللي كان باظ ده خالص، ده كان باظ، ودي اللي كانت متشال من عليه هين، المنطقة اللي ايه بس هي ايه الشجرة دي في طريقها انها تتماثل للشفاء،
ان هي تتماثل للشفاء يا جماعه. انا شايف فيها تحسن هيا، بس هي بوريها لكم ان هي الشغله الوحيده اللي باين عليها الضرر قوي. بالمناسبه بقى، بما ان اتكلمنا عن ان بتوع التدهور البطيء، في مرض شبهها، مرض فطري بيجي برضو، اسمه مرض الموت الرجعي. اسمه مرض ايه؟ الموت الرجعي. بيبتدي لي هنا برضو كده، ياكل في الاطراف دي كده، بيبتدي يموت في الاطراف دي كده، انتوا شايفينها ناشفه دي، وهو نازل على تحت لحد ما يجيب بقيه الشجره. طب دي نعمل ايه؟ نجيب مقص، ويبقى معانا احد المطهرات الفطريه، ومعاه مطهر للمقص باحد المواد البتروليه، سواء بقى البنزين، السولار، اي حاجه نطهرهم بيها، او السبيرتو. نمسك الحاجه اللي نشفت زي كده بجزء من الجزء الاخضر ده، واقطعها من هنا كده. انا معيش مقص بس اقطعها كده اهي، وبالمطهر الفطري. وبالمطهر الفطري يا جماعه قطعتها اهي، اهي هو ده اللي قطعته انا اهو. اهو دي في جزء ناشف اهو يا جماعه، وفي جزء اخضر. ده برضه يبقى مرض الموت الرجعي، والشجره دي برضه فيها مرض الموت الرجعي، يعني غير النماتوده فيها الموت الرجعي برضه. الموت الرجعي ده ازاي؟ بيموت الاطراف، وبعض الاطراف يتنوا نازل 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 لحد ما يجيب بقيه الشجره معاه وهو نازل على تحت. فانا قطعته من هنا اهو، احط عليه مبيد فطري، احط على الجزء اللي انا قطعته ده مبيد فطري، يبقى الجزء ده احط عليه ايه؟ مبيد فطري. المقص اللي انا قصيت بيه اطهره بالماده البتروليه اللي معايا. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب اتكلمنا عن نماتودة الموت الرجعي، اتكلمنا عن نماتودة التدهور البطيء، دلوقتي هنكلمكم عن نماتودة تعقد الجذور. نماتودة تعقد الجذور بتعمل ايه بقى؟ بتعمل خلل عام في النبات، وفجأة واحدة تلاقي حصل تقزمات في النبات، يحصل تقزمات، يحصل حاجات مش طبيعية، تلاقي النبات واقف مش طبيعي. تفحك كده في منطقة الشعيرات الجذرية هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان نماتودة عبارة عن عقد كده، عقد موجودة على الجدر، عقد كده، او عاملة زي الجماعة زي السقاليل او الدمامل اللي بتطلع في جسم الانسان، تبقى عاملة شبهها بالظبط. تطلع على الجدر، عقد كده، عقد تبوظ الجدر، وتمتص العصارة الغذائية، وتحمل معها الفيروسات التي بعد كده بتصيب النبات، وبعد كده النبات يموت نهائيا. تمام. طب ايه اسباب النماتودة تعقد الجذور؟ نماتودة تعقد الجذور يا جماعة من اهم الاسباب بتاعتها اللي هو زراعة العائلة الباذنجانية داخل حقول الموالح. وفي في صعيد مصر بيزرعوا داخل حقول الموالح وداخل حقول الفاكهة الفول السوداني. الفول السوداني يا جماعة بيجيب النماتودة تعقد الجذور، وهكذا العائلة الباذنجانية. يبقى ممنوع ممنوع ممنوع، يبقى من طرق المعالجة أو من طرق الوقاية من نماتودة تعقد الجذور ومن نماتودة تقصف الجذور عدم زراعة نباتات الخضر من العائلة الباذنجانية داخل حقول الموالح وداخل حقول أشجار الفاكهة، عدم زراعتها نهائيا. إيه هي العائلة الباذنجانية؟ خد معايا: الباذنجان، البطاطس، الطماطم، الفلفل. البطاطس، الطماطم، الباذنجان، الفلفل ممنوع زراعتهم تماما داخل بساتين الفاكهه وداخل بساتين الموالح. طيب ده بالنسبه لايه؟ لان هنزرعه واللي ما نزرعوش. طيب ايه تاني؟ ما نزرعش محاصيل بتجيب النماتوده. من اهم المحاصيل اللي بتجيب النماتوده للارض اول حاجه الفول السوداني. في برضو على فكره يا جماعه الذره الشاميه، هي بتصيبهاش النماتوده بس بتساعد على الإصابة النماتودة، هي والقمح. وخلاف كده وكده يا جماعة ممنوع زراعة الذرة الشامية داخل حقول الموالح وداخل حقول الفواكه. بسبب إيه؟ بسبب أنها تأخذ جميع العناصر الغذائية الموجودة في التربة، بتجهد التربة فيحصل تدهور لأشجار الموالح. يبقى ممنوع أولا زراعة الفول السوداني، ثانيا ممنوع زراعة العائلة الباذنجانية. وكده يكون جاي نهاية الفيديو، ووريناكم الأشجار المصابة، وريناكم الشجر اللي بعافيته والشجر المصاب بنماتودة
تعقد الجذور ونماتودة تقصف الجذور. وفي النهاية بشكر كل متابعين القناة القدامى وكل المتابعين الجداد، وأشكركم.